السلام عليكم بنات، كراكم لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. اليوم البنات غادي نقترح عليكم ضمن فقره وصفات الطنجيه بالفخيدات ديال الدجاج، واحد الاكله اللي كتجي لذيذه بزاف بزاف. وفي نفس الوقت البنات ضمن الفيديو غادي نديكم معايا واحد الخريجه زوينه خفيفه ظريفه، غادي نمشيو للراسترو ديال سراغوصه اللي كيعمر نهار الحد، يعني واحد المنطقه اللي زوينه، السوق اللي زوين كيبيعوا فيه كل شيء. هذا مكان البنات، خليكم معايا باش نتعرفوا على المقادير ديال الوصفه بعد الفاصل ان شاء الله. رجعنا معكم البنات. كمقادير غادي نحتاجو الفخيدات ديال الدجاج البنات، بعد ما نطفناهم مزيان وحيدنا لهم الجلده ورقدناهم واحد شويه في الخل والملحه حتى كتحيد منهم ديك الزهوريه ديالهم وكيتحيد منهم كاع داك الشيء اللي يعني اللي كيجيب الدجاج مزفر. غادي نحتاجو معاهم البنات الزعفران زغبه، غادي نحتاجو الكمون حبوب، غادي نحتاجو المسير الحايل او اللي داير عليه العام، غادي نحتاجو شويه ديال السمن، وغادي نحتاجو 4 ديال الدروس ديال الثوم، وغادي نحتاجو نصف كاس ديال زيت الزيتون. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفه ديال الطنجيه بالفخيدات ديال الدجاج. وغادي نديروها البنات في الكوكوت، غادي نسدو عليها ونخليوها طيب على خاطرها. بقاو معايا البنات، غادي ندوزو لطريقه التحضير. المهم البنات في الطنجره غادي نديرو الفخيدات ديال الدجاج، غادي نضيفو عليهم البنات الكمون حبوب، غنحكو شويه هكايا باش يعطي الريحه ديالو، يطلق لنا الريحه. عينكم ميزانكم البنات، انا هنا دايره تقريبا جهد شي كيلو ديال الفخيدات ديال الدجاج ولا ما كاملش، يعني انتما كتعرفوا انا افراد العائله ديالي ماشي كثار بزاف. غادي نضيفو المصير، غادي نضيفو هذيك الطريقه تاع السمن، ما غنديرش البنات الملحه دابا حتى طيب ليا الطنجيه وندوقها، الا لقيتها مسوسه غادي نزيد الملحه على حساب الذوق ديالي، لان الا درت الملحه دابا مع الدجاج اصلا غسلته بالملحه ونصير فيه الملحه يعني نخاف تجيني الطنجيه ديالي مالحه وما فيها ما يتكل. داكشي علاش البنات ما غنديرش الملحه دابا حتى طيب ليا الطنجيه، ومن بعد غندوقها ولا خصتني الملحه غادي نزيدها. ضفت هنا البنات الثوم، ضفت الثوم، غادي نضيف القليل من الزعفران زغبه، وباش قاعد تحل نحل البنات ونرجع. المهم رجعت معكم البنات بعد ما حليت الزعفران، غادي ندير عير شويه لانني ما نديرش كثير هكا. هاد الزعفران البنات خديته من ليدل حتى هو زوين. غادي ندير البنات نص كاس تاع الزيت، ها هو، وغادي ندير البنات كاس ديال الماء فاش غادي يطيبوا ليا هاد، فاش غيطيبوا ليا هاد الفخيدات هادو. صافي البنات نحاول نحرك غير هكايا تينسجموا ليا هذاك يعني ديك الضغميره كامله وديك القوام كامل يدخل ليا في الخيطات ديالي بهذا الشكل هذا. صافي البنات دابا غادي نسد الكوكوط، غنسد عليهم البنات الكوكوط وغادي نديهم فوق البوطه نخليهم يطيبوا على درجه ديال العافيه مهيله بزاف 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 مده ساعتين هكاك، لان الدجاج دغيا تيطيب ولكن غتكون درجه ديالها مهيله بزاف بزاف بزاف. بقاو معايا البنات ما تمشيو فين. المهم البنات دابا انا غادي نخلي الطنجيه ديالي طيب، واليوم غادي نديكم معايا البنات السوق الاسبوعي ديال مدينه سراغوصه، واحد السوق اللي زوين بزاف بزاف، فيه جوج ديال الانواع. في واحد المكان اللي كتباع فيه كما كيقولوا هنايا في سراغوصه الشطاره، يعني داكشي القديم بحال كما كنقولوا حنا في المغرب الجوطيه،
وفيها البنات واحد المكان اللي كيتباعوا فيه الحوايج جداد، وكيتباعوا فيه دوك الحوايج اللي كيكونوا ديال الماركه، ولكن بحال دابا تكون الشركه دار فايات ولا شي حاجه وكيجيبوهم الناس كيبيعوهم تما في السوق ديال سراغوصه، السوق الاسبوعي اللي كنقولوا ليه حنا هنا الراسترو. هذا السوق هذا البنات تقريبا الناس اللي كيبيعوا فيه غير الخيطانوس، يعني الغجر، الخيطانوس والمغاربه، ونسبه قليله من الجزائريين هما اللي تيبيعوا، ولكن الحمد لله تيكونوا فيه ميزات زوينين، وتيكون فيه داكشي رخيص. بحال هكا الا بغيتي تاخدي لوليداتك الحوايج اللي يلعبوا فيهم في الباركي، ولا الحوايج تاع كل نهار ديال التكرفيس، وتلقاي فيه صراحه طلع حويجات زوينين البنات. وكما قلت لكم تيكونوا فيه حويجات ماركه، ولكن تيكونوا باثمنه جد جد مناسبه. خليكم معايا البنات، نديكم معايا اليوم للسوق تكتشفوا الراسترو ديال مدينه صراغوصه بين مطبلينه طنجيه. غادي نرجعوا نديروا التقديم النهائي ديالها. بقاو معايا البنات، ما تمشيو بعيد، ما تنسوناش من لايك 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 لايك. ضروري الخيل البنات في اليدين، البنات ما يبغيش تشوفوا هذا هو السوق الاسبوعي ديال صراغوصه. المهم البنات اوفر تاع سيسيوروس، كل شيء سيسيوروس، هذا اللي غزاله. كما قلت لكم البنات هذا السوق هنا البنات التواب عشرة أورو غزال لي زوج، 10 أورو البنات. دي كاما بيكينيو غراندي، انا غراندي تامين تيكو بيكينيو. عادي سيورو اس باخيتا او دوس استا مي لافان la sábana de abajo, la funda de arriba de la almohada y la encimera. Ah, vale. Las tres piezas, 10, desde aquí hasta la esquina. ¿Y este que son de 90? De todas medidas. 1,35, 1,50, vale. 90 y 1,5. Todas a 10 euros. 50% algodón, lo hacen bola ni tan plancha. Vale. Vale, voy a llevar este. ¿Este? Sí. ¿Quieres el benacle zor? Ashra or Fennin. ¿Sí? Toma. Tengo pequeñas también, ¿de qué medida quería? Espera que estoy grabando porque tengo un canal en YouTube. A ti. Ay, se me ha duelen. Fenien shri sa khadina bnas ghazali. Hat ma bnas hna sribtat. Hado ma kan nqolikom bnas ykunu ofertas hti ykunu marka. Ha, ykunu dial marka bnas. A ki precio van estos? A ver. A 20 gendi. Mo bnas. هنا المغاربة، هنا الحوايج ديال الخريج، فين الحوايج ديال الخريج البنات؟ هانتوما السراول ديال اليوم 9 أورو، 9 أورو، ممكن هاد الباسيو هذا، هنا فين تيتحطو الطوموبيلات البنات، كاين هاد الباسيو هذا، هنايا البنات كيتباع داكشي ديال الخيط. شي ديال الخيط وديال المواد ديال الخياطه، كلشي كاين هنايا. شفتوا البنات، البنات اللي عندهم سميتو هنايا كلشي. هادو هانتوما البنات هاد الخيط ديال الماكينه وداكشي، هانتوما البنات هنايا خاميات ديال الفانيو بجوج اورو، خاميه ديال الفانيو بجوج اورو فنين. المهم البنات شوفو هانتوما الخاميات ديال الحمام بجوج اورو واعر، قلت لك كنلقاو ميزات بجوج اورو البنات واعي. انا خديت جوج البنات ونخلصهم دابا معايا. المهم البنات خديت جوج 4 أورو. عطيتي غنمشي نشوف غير واحد شي حاجه. هانتوما معايا ديك الطاسه البطاطا، هانتوما معايا البنات. شوفو كيبيعو تاني هنايا، ما عرفتش شنو هاد التاني. هادي يمكن ناقص ديال قبل البنات، ناقص ديال قبل البنات 5 أورو.
هون هذا باسيو وهذا باسيو الاخر. Oye, perdone, perdón, ¿a qué precio va esto? A 3 días, 3 euros un litro. 3 euros un litro. Es muy bien, chue. العمارة ديال المخات شوف بنات هاد العمارة ديال المخات ماشي ديال الفوتو ولا شي ماشي كاين كون جبنا هذا هو اللي كناخدو عند الفوتو نمشي نشوفو كيف عاملو حتى النمسيات هذا وسط سبعة عشر صح ولا شي بحال في المالف هانتوما هاي هاد البنات باري في حياتي يبيعو فهمتو هذا هو السوق ¿A cuánto valen esto? 15. ¿Todos igual? ¿No hay de pequeños? No, de ninguna. ¿Qué valen? 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 هذا في ناس هذا شنو هذا الدوين قنادر وين الناس هذا ياكل مثل هذا ياكل الناس هذا شنو هذا هي راه شنو هذا هي هذا هي هذا غادي هي هذا بقات البصل اللي كنقول لكم ديال صحاب الشطره انا غادي تشوفوا هذا ما بغيتش نعطيكم هنا كيف العير اللي شادين يعني تقدروا تلقاو شي حاجه تعجبكم بحال داكشي ديال المغرب تقريبا كيجيبو داكشي قديم بزاف بنات كتلقاو بزاف ديال الحويجات هكا قدامين هذا هو البلاصه تيقولو الشطاره هنا تيكون عيب داكشي فينا مقدرتش نصور حيت كاينين البوليس لعاب لعاب طول شي بنات شوف بنات تقريبا راه باغي الحاجات جيب شطاره انا اول مره نطلع البلاصه صراحه كيدير انا غادي نرجعو دابا للدار درت لكم دويره كنتمنى ان الدويره تعجبكم نرجعو دابا ناخذ القزبر والمعدنوس والنعناع وشي طاح يلا البنات هانتوما دوزو معايا واحد الفيلم صافي اوي سير بنا ما با يا عطيني واحد واخا كان ما كان دوست اون شي كوينتا انا باقي لي شي حبات الجلا والله ما عرفتش ايوا خليهم انا راني كاع ما تلفتش هذا فاكون كاع ونوك ما كان اللي عاونك راه راني مريض بعيد واحد النهار مرتجع لا لا بزاف السلعه داوها لي هو هاولا البنات شري رجله دابا الله يرضي شنو هذاك هذاك لا عطيني عين وحده وحده اخرى وحده اخرى هذاك انا ما عنديش عادي غادي يجي شنو نعطيك دابا عطيني خضر معدن وحده وحده في كانتي تاعك صافي يلا خل عندي خل عندي واجد شنو غادي يجي تما تجي بحال هكا
سي بونيسيما يا تديري كوم لو بوليساتو حره هذه حره هذه حره واه هذه اخرى اخذ هذه اخذ شمعي شمعي ها شمعي شمعي نعرف هذا اخذ حره واخذ لي واخذ هذه الحمراء هذا اللي فيها غير يمكن تمر اعطيني اخذ يخلص مهم بنات هنا جيت من السوق نوريكم خدينا البنات جبت النعناع النعناع عندهم صراحة الله كيبيعوه زوين ريحته غزالة مهم جبت البنات جوج قطع تاع النعناع حتى نقطعهم دابا وجبت البنات فلفلة حارة حتى هي كيجيبوها هادوك الدراري ديال البوبلو هاي حارة قال لي حارة بزاف هاي جبتها البنات جبنا الربيع شفتوها البنات وجبت الفرافس شنو بنايا الناس انا الربيع البنات لان كنستعمل الربيع بزاف هذه دابا البنات نقطعو وغادي نديرو في الثلاجه نديرو في الكونخيلادور هانتوما جبت هاد الشيء اللي جبت وخديت البنات بس هبط شويه الكاميرا بس البنات خديت البنات هادي الباربا حتى هي خديتها كنشدها كنسلقها البنات وديك اللي عزيزه عليا بزاف كتحمقني هي ترجل البنات حتى هي كيجيبوها خديت جوج ربطات هما البنات هادشي اللي داني انا اصلا للسوق هما هاد اللعيبات هادو ديال الترجله تيبيعوهم البنات هنا عندنا ب 50 سنتيم كل حاجه ب 50 سنتيم المغرب هي 100 ريال حنا كنشريو الربطه ديال كنشريو البنات الربطه ديال القزبر ب 100 ريال عندكم تسحبونا عندنا الراحه ولكن الربطه كبيره نتوما كتشوفوا دابا هادو البنات غادي نقطعهم باش نديرهم في الكونخيلادور وهاد اللقامه حتى هي غادي نقطعها وكما وريتكم قبيله البنات خديت صبانه يعني ليزار ديال الناموسيه راكم شفتوني في السوق خديتو تنفرشوا البنات في الناموسيه نوريه لكم وخديت الخاميات ديال الطواليت ديال البانيو خديتهم بجوج اورو زوينين غندير وحده غندير وحده البانيو وغندير وحده الكوزينه لان انتم يعني عارفين الكوزينه هي الخاميه ديالها دغيا تتكرفس هذا ما كان البنات الطنجيه ديالي راها قربت طيب بقاو معايا البنات باش نشوفوا التقديم ديال البنات كانت هذه هي غديوتي لهاد اليوم كانت عباره عن طنجيه بالدجاجه البنات ها نتوما كتشوفوا كيفاش جات جات غزاله البنات روعه وهذه شلاضه مغربيه ان سلاده ماروكان شكون اللي ما عزيزاش عليه شلاضه مغربيه ديال البصله ومطيشه والفلفله مشويه والقزبر كتجي روعه مرافقه البنات مع الفريت حتى هو هذا كان هي الفكره ديال اليوم طنجيه بالفخيدات ديال الدجاج مرافقين مع شلاضه مغربيه ومع البطاطا فريت كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وان الخريجه اللي ديتكم معايا البنات الراسترو ديال سراغوسا تكون حتى هي عجبتكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله دمتم في رعاية الله كنتم مع قناة مدام نور ومع فقرة روتين ووصفات في آن واحد إلى عجبكم البنات الفيديو ما تنسونيش من لي لايك وتعليق محفز ولأول مرة يتصادف مع القناة ديالي ما تبخلوش عليا بالاشتراك وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله دمتم في رعاية الله مع السلامة